نكملوا مع التسريحات. نحكيوا على برنامج 60 دقيقة مع هوديل ورغمي على ديوان اف ام. كان ضيفها الأمين العام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل حفيظة حفيظ اللي قال إنه الرئيس يستهدف المنظمة الشغيلة، ويقول زاد الرئيس أعلن الحرب على الاتحاد ونحن مستعدون لها. لسه ما ذلك بعد خطابه يوم أمس في تكة العوينة، بعد بعض الدقائق يقع إيقاف الكاتب العام من النقابة الخصوصية بتونس السيارات، ونعتبر أن هذا إجراء يستهدف ليس فقط السيد الشكابي، ليس فقط النقابة، بل هو يستهدف الاتحاد العام للشغل. بل رئيس الجمهورية اليوم يعلن الحرب على الاتحاد بإيقافه ولا بعد عملية إيقاف. يعلن الحرب ديجا جريدة الشعب في الصفحة الأولى، أول مرة جريدة الشعب عاملة عنوان هكا إنها الحرب، خطاب ثكنة العوينة بشوية إعلان الحرب كتبته هكم تشوفوا معناتها اللي تابعوا فينا في اللايف ولا تنجموا تقعوا على الانترنت، إعلان الحرب بالأحمر يعني رانا مستعدين للحرب التي أعلنها رئيس الجمهورية. ربيب، وفي علاقة بالموضوع ذي مثلا نجيب الدير اليوم في ميسيون امبوسيبل مع بورين علق على التصريح هذا وذي شنو قاله. لا باش نعلق، قلت لي علق على تصريحات حفيظ حفيظ. اخي ما عنده وين صرح هو حفيظ حفيظ؟ في إذاعة تقريبا شمسة فيها معطاها في النهار ولا في الليل صراحة هذاك؟ ما عنديش فكرة اش دخل هذا في النهار ولا لا، خاطر انا هذا نتمنى يكون واعي في اش قاعد يقول حفيظ حفيظ. علاش؟ حبينا نعطيو التصريح هذا ونقولوا راهو نجيب الدزيري اللي قال ما كانش في حالة طبيعية حفيظ حفيظ، معناتها راهو تصريحك سي نجيب هو اللي مش طبيعي، معناتها حاول تناقش ناس حسب المضمون، ما تمشيش في الكواليس وما تدخلش في حريتهم. دونك حفيظ حفيظ عطى رأي، عطى موقف، حاولوا تجاوبوا على الرأي والموقف، معناتها حاجة من الحاجات اللي خلت الناس تفد من السياسة هالزقزقات اللي بعيدة على على السياسة. بصراحة الحرب السياسية في تونس وليت من فوق ومن اللوطة وعلى جنب وعلى اليمين وعلى اليسار، ما الرأي يضيع في الوسط. خماضة 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 كبيرة. عرفت كل ما تتعدى السياسة نبدأ خايفين تقول كلمة يحسبوك على بارتي معينة. أي قد سعنا في الركاب عامين تو هالنهار في الركاب تعدى دشنا رئيس الجمهورية مع مثلا سبيطار، هل دشنا وزير الصحة كذا، هل دشنا، هل افتتح معمل، هل خدموا، ما فهمش كين هلا كين، مش حاجات جبيل عاركم معروك سبين، هل وفروا المواد الأولية، هل وفروا عملوا سميك طلعوا في السميك، ما فهم شيء، فهم حد شيء. كان العرك كيك تكسير كرايم، يعني هذيك عرفت كلها تكسر في كرايم بعضها، فش كون بش يحكم؟ والله حسوني كينا السعودية ولا البترول اللي عنا، عرفت صدقني يا شي بلي عبيد كلبة على هالبلاد تخلش عليها يا ودي راك انا نستنى في 2024 والله ماذا بي 2023 يتنحى على طول. ايه خلجين انتخابات خلجين في هالمعبوك وعلي شنو بش يصير ما يجي انتخابات رئاسية وسيد صالح تبالك يجي شي حد داخر بعقله واعي فاهم البلاد هذه شو لازمها شكون عطيني وين نعرف انا توي يطلع بالك شي عطيني بلي شكون عنده اسم شكون عنده اسم مزار الشعبي شكون عنده اسم حكومة أو معارضة واحد يعني لا مو اسم شو تو نعرين رانيك يقولك تو يجيش شكون أنا شخصيا ما نحي ما ذاكم مكان قبل 25 ونحي جماعة 25 بالنسبة لي أنا تو يجي شكون بالك يجي حد آخر وجه جديد. هنا تونس حكيوا على تصريحات المرزوقي فيزع فيزع ماناش باش نعديو الزيتونة اللي قال فيها لابد من حساب قيس سعيد وكان منظومة 25 جويليا دونك حكيت مع الجيش مش تعملوا انقلاب كيما مصر انتم في حب عن هذا الرئيس بعد نتيجة الانتخابات. وعضو مبادرة لينتصر الشعب عثمان بالحاج عمر قال كيفاش تقارنوا بين قيس سعيد والمرزوقي؟ المرزوقي راهو عميل وباع الثورة التونسية. دونك حتى السيد منصف مرزوقي الرئيس الشهير اللي دخل الرئاسة 200 صوت دونك دخل تجاوزه الزمن تجاوزه ذاك هز وينفض وبيدو قال سأعتزل ونبعد وكذا لأنه كيما برشا حصيله ربي يهدي لو كان تلقاه